صار من الشائع أن نلجأ للتسوق لمكافأة أنفسنا أو لتحسين حالتنا المزاجية من وقت لآخر. تأكيداً على هذه المعلومة، أجرى موقع إيبيتس استطلاع للرأي شارك فيه أكثر من 1000 شخص. 96% منهم ذكروا أنهم اشتروا شيء معين لأنفسهم بهدف رفع حالتهم المعنوية. صحيح أن التسوق يحسن من حالتنا المزاجية لبعض الوقت، ولكن ضروري نتذكر بأن هذا التحسن في الحالة المزاجية هو تحسن مؤقت، وبعدها ممكن نشعر بالندم وتأنيب الضمير، خاصة إذا كانت المبالغ اللي صرفناها مبالغ كبيرة جدا. لما نمر بحالة من الانفعال أو الانزعاج أو القلق، نميل إلى المكافأة الفورية، نرغب في الحصول على مكافأة فورية ومباشرة حتى لو ترتبت عليها خسائر في المستقبل. بعبارة أخرى، حالة الانفعال تضعف من قدرتنا في التحكم بالذات وضبط النفس، لذلك نميل للتسرع واتخاذ قرارات غير مناسبة. لحسن الحظ، توجد طرق بديلة تولد عندنا مشاعر شبيهة بالمشاعر الغامرة اللي نحس فيها لما نندفع للشراء. ديفيد ديستينو، وهو أستاذ علم النفس في جامعة نورث إيسترن الأمريكية، أجرى بحث في العام 2014 ووجد فيه بأن الشعور بالامتنان كفيل بتغيير الطريقة اللي نتخذ فيها قراراتنا، وهذا بالطبع يشمل قرارات التسوق لما نمر بفترات صعبة أو مؤلمة. فبتذكر التفاصيل الصغيرة والأشياء البسيطة اللي نمتلكها راح يزيد إحساسنا بالامتنان، وبالتالي نتمكن من مقاومة الرغبة الملحة في الشراء. هذا بالإضافة إلى أن الإحساس بالامتنان يعمل على رفع الحالة المزاجية بدرجة قريبة من شعورنا لما ننفق المال. دمتم بطمأنينة وعافية.